السينما، هل تنبأت بالمستقبل أم تهيئنا للاستعداد له؟ فيلم كونتيجن. عرض فيلم كونتيجن لأول مرة في السينمات عام 2011. يجسد الفيلم الأحداث الحقيقية التي تدور الآن عن انتشار فيروس كورونا، وشارك في بطولته مات ديمون وجوينيث بالترو وجود لو وكيت وينسلت، وهو من إخراج ستيفن سودربيرغ. وتدور أحداث الفيلم عن ظهور وباء عالمي ينتقل في الهواء وعبر اللمس ويقتل المصابين في أيام قليلة، مما يصيب العالم بالرعب وفرض الحجر المنزلي في معظم دول العالم ومحاولة الأطباء اكتشاف مصل مضاد له. كما سلط الفيلم الضوء على الخفافيش معتبرا أنها أصل تفشي الفيروس، الأمر نفسه الذي يحدث حاليا مع كورونا. فيلم I Am Legend. صدر الفيلم عام 2007، والذي لعب دوره الممثل العالمي ويل سميث، وهو مأخوذ عن رواية المؤلف الأمريكي ريتشارد ماثيسون، ويتحدث عن وباء أصيب به العالم وقتل 90% من البشر، ويحاول سميث البقاء على قيد الحياة هو وكلبه واكتشاف مصل مضاد للمرض الذي يدعى إيبولا. فيلم أوتبريك. يعد فيلم أوتبريك من أشهر الأفلام التي تحدثت عن الكوارث الطبية والمشابهة لفيروس كورونا المنتشر حاليا في جميع أنحاء العالم. وتحدث الفيلم عن وباء يدعى موتابا انتشر في أمريكا وظهر في إفريقيا بمنطقة زائير، وانتقل الفيروس لأمريكا بعد جلب قرد لإجراء اختبارات على المرض، حيث انتشر المرض سريعاً في إحدى القرى الأمريكية وتم غلقها في محاولة لاحتواء المرض. عرض الفيلم عام 1995، وكتبه لورانس دوريت، ويلعب بطولته داستين هوفمان وورني روسو ومورغان فريمان وكيفن سبيسي. فيلم ذا فلو. عرض الفيلم عام 2013، وتحدث عن انتشار وباء يدعى إنفلونزا الطيور، الذي انتشر عبر بوندانغ ويهدد سكان سيول بكوريا الجنوبية بالدمار. وتروي قصة الفيلم عن طبيبة ورجل إطفاء يحاولان إيجاد علاج للمرض بالتعاون مع الخبراء السريين الدوليين والعسكريين في محاولة لوضع استراتيجية لاحتواء الأزمة. فيلم كوارنتين. عرض فيلم كوارنتين في عام 2008، والمقتبس من فيلم رعب إسباني صدر عام 2007، والذي لعب بطولته جينيفر كاربينتر وستيف هاريس وجاي هيرنانديز. وتدور أحداث الفيلم عن مصور ومراسلة للتلفزيون تم تكلفتهما بالعمل الليلي في محطة لوس أنجلوس للإطفاء، بعد مكالمة استغاثة روتينية يجدان نفسيهما في مبنى سكني صغير، ويجدان الشرطة قد سبقتهما لنداء استغاثة آخر لسماع الصرخات من إحدى الشقق، ليكتشفا أن قاطني المبنى قد أصيبوا بعدوى غريبة ويهاجمون الجميع فيحاولون الهروب، ولكن يكتشفون أنه تم تطبيق الحجر الصحي على المبنى ولا يستطيعون الهروب. فهل تنبأت السينما بالمستقبل فعلا أم جعلتنا نتهيأ له؟